الرياضة إنه ما بيها تقييد، بيها حرية، ما بيها قوانين تحكم، نقدر نمارسها بالحياة اليومية. أنت تريد تسوي حد هيك رياضة بيها مجازفة ونسى مو طبيعي. اسمي عادل التنين، مدرب رياضة الباركور. أسسنا أكاديمية مبسطة صغيرة سميناها بغداد بي كي أكاديمي، رغم إنه هي خطرة بس دائما نشوف احنا رياضة شبابية، فحاولنا نلم مبلغ مادي بسيط من كل لاعب، أسسنا هاي الرياضة. هم يستفاد وهم جسم حلو وهم أناقة ولياقة.